سلطات قطاع غزة الفلسطيني قامت الخميس بإتلاف وحرق 15 طنا من شوكولاتة مارس وسنيكرز بعد سحبها من الأسواق إثر حادثة قطعة البلاستيك التي طالت مؤخرا منتجات شركة مارس العالمية. مصلحة حماية المستهلك في القطاع بالتعاون مع مختلف المصالح أشرفت على هذه العملية الوقائية من خلال جمع المنتجات المعنية. يتم إتلاف شوكولاتة سنيكرز ومارس وذلك عن طريق جمع من الأسواق والمحلات التجارية بعد التنسيق مع التجار المستوردين لهذا المنتج وحوالي ما يقارب 4 تجار، وتم التبليغ بجمع كميات من الأسواق. الشوكولاتة من بين المنتجات التي يسمح بدخولها إلى قطاع غزة الذي يشهد حصارا خانقا منذ 2007. ويذكر أن شركة مارس الهولندية كانت قد قررت الشهر الماضي سحب منتجاتها من 56 دولة عبر العالم بعد اكتشاف قطعة من البلاستيك في أحدى أعمدة الشوكولاتة التي تنتجها.